مع تسكير مانشن بالمبدا المدينه عم تخسر المكان الوحيد اللي انت بتقدر تتواجد فيه بدون ما تكون انت حدا بيستربح من وجودك. مانشن هو مكان عمل، مكان عمل لفنانين، مثقفين، لهندسين، لكتير ناس، بس بنفس الوقت هو مكان عام. بيت مسجل أنقاض، نحن حولنا الأنقاض لمكان منتج ومكان حيوي، جزء كتير كبير من الناس كان هيدا المكان ملجأ لإله. مكان كان بيحوي منجرة، في أوضة عزلنا لها الصوت، بقى كانت تستخدم تمارين رقص ولا إن كان لتمارين موسيقى. بيرجع هون كان في عنا المين هول، يصير فيها كتير ندوات، يصير فيها كتير عروض أفلام، يصير المكتبة. في عنا بحدود الـ 14 استوديو، كان أجارهم كتير رخيص، أجارهم هو بس لنعمل رننج للبيت. وعلى السطح في عنا مشتل، وهون في هيدي الجنينة. هلا هو الاتفاق بين مجموعة والمالك هي نحن مستعيرين المكان. بعد 12 سنة أخذ البيت بحالة كتير أفضل من ما لو انترك مهجور. نحن عم نخسر المساحة يلي سمحت لعدد كبير من المؤسسات أو من الكولكتيفز إنهم يجتمعوا، يتبادلوا الأفكار، يطلعوا بمشاريع جديدة. الناس يلي ما عم تقدر تتمرن على مسرحية لنقول إلا إذا جابت مصاري تستأجر مكان تتمرن، صار فيها تطورها قبل ما تشكل نوع عمل. مرق بمنشن كمية كتير كبيرة من الحملات العامة، يعني بلش أول موضوع كان موضوع الدالية، رجعنا فتنا يعني مع الجنوبيون الخضر والمجموعات الطلابية كمان كانت عم تستخدم هذا المكان، ولاحقاً كمان النقابة تنتفض، الناس اللي تضررت من انفجار بيروت، التجمعات الأولى كانت عم تصير هون قبل ما يصيروا يتحولوا لجمعية. هيدي اسمها سموكس. كان نموذج ناجح جداً لإحدى الوسائل اللي نحن ممكن نكون عم نشغل فيها العدد الهائل من البيوت القديمة الفارغة والمهجورة ببيروت. نموذج عم يقدر إنه يعطي منفعة للمستخدمين، للساحة السقفية بقلب المدينة، وبنفس الوقت للبيت بذات نفسه عبر المحافظة عليه عبر استخدامه. في حدا قال لي شكلك بتحب هذا البيت، في عرفك على صاحب البيت. بأول حديث كان عندي شرط معه، هو إنه تنقدر ننتج بحرية ما نعتمد على أموال خارجية. طلبت منه إنه الحديث في وقف إذا بدك مصاري. كان كتير أساسي إنه المكان يكون أخدينه من دون مقابل، ما عم ندفع مقابله مصاري، مستقل بحالته المادية، قائم على نظام الكونتريبيوشنز. كان كتير غريب لكتير من الناس اللي دخلت على المكان انه مش مضطرة تدفع شيء مقابل وجودها بالمكان. كيفك؟ مشتاقين لك. نحن بنحب انه تجربة مانشن تكون عم بتكمل بالمستقبل حتى ولو بمساحة ثانية. حاليا ما في بديل، انما في امال انه نقدر نكون عم نفتح مفاوضات مع عدد من اصحاب البيوت. في عدة نماذج عم نطلع فيها، منها مثلاً نموذج متحف سرسق يلي تم عبر أنه تم وقفه لصالح بلدية بيروت لاستخدامه لهدف ثقافي. عم نطلع على نموذج محاولة شراء بشكل جماعي لهيك مساحة. مثل ما نحن اتفقنا معه أنه نستعير المكان، عم نرجع المكان.